يعود. مفيش كلام، مفيش حاجة، أنا مهاجم، أنا راس حربة، أنا الهداف. الله 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 الله، رونالدو رونالدو رونالدو، الله 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 الله، عملوها خلصوها، وهدف التعادل في الشبكة جابوها. الله 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 الله، يا سلام سلم، يا سلام سلم، أقدام توني كروس بتتكلم، وشباك سيلتا فيجو من البداية بدأت تتألم. واحد واحد، عملها النجم الكبير رونالدو، هدف رقم 15 الذي يصنعه هذا الموسم. من هنا كانت البداية، ثم الانطلاقة، ثم الاختراقة، ثم مرور وعبور كرة الملك الجميلة، أبدا لن تبور. واحد واحد، أداء راقي بجماعية جميلة. أساس الكلام ده كله الانتشار، بص كم لعيب، 2 4 6 داخل منطقة الجزاء، وخامس رودريجوس هادي جدا وجميل جدا، ورونالدو عنده الجماعية موجودة يصارع من أجل الأرقام. خامس رودريجوس على طول إلى تشيتشاريتو، رأس الحربة المتحرك إلى خامس رودريجوس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، يا سلام يا سلام. تشيتشاريتو تعظيم، سلام، ثنائية ولا أروع، اختراق ولا أجمل، وتسجيل أتاني أهداف اللقاء ليتقدم الملكي 2-0. نعم 2-0 خلال 9 دقائق، نجح ريال مدريد في العودة، ويحسب لخامس رودريجوس اختراقاته ومهاراته وثنائياته وتمريراته، بينما تشيتشاريتو مدعم بالثقة الكبيرة والدعم الكبير بعد هدف الفوز الغالي على أتلتيكو مدريد والتأهل لسيمي فاينال تشامبيونز ليج الأوروبي، ويواجه اليوفي، يخترق ويمر ويعد ويفوت. لازم نقول له المرة دي توت توت، لأن جمهور الملكي هو اللي أصبح مبسوط. الله على الثنائيات، الله على الثنائيات، الله على المهارات، الله على التصويبات. 2-1 للملكي، الله الله الله. الحقيقة خامس رودريجوس اللي يقرب منه ويشتغل معاه الوانتهات الصغيرة يكسب كتير. اللاعب 2 سنتي ما بين القائمين، وارتفاع العرض عن الأرض 2 متر 44 سنتي. رونالدو تاني، لا 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 لا، عملوها خلصوها، والثلاثية سجلوها، وخامس رودريجوس يصدق على كفاءته ومهارته وقيمته، وحارس المرمى يصرخ بصوت عالي، سيرجيو ألفاريس، ربك فيني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم. نعم، يسجل هدف ثالث لريال مدريد، بيعد هذا الهدف هو هدف رقم 11 هذا الموسم، ينجح تماما في إضافة هدف ثالث بفوضى دفاعية لسيلتا فيجو، وعدم احترام لقيمة وإمكانيات لاعبي ريال مدريد، وتصويبة قوية جدا جدا، ولكن تصطدم بالمدافع الأسباني فونتاس، وبالتالي يتقدم الملكي 3-2 3-2. بالغ فريق سيلتا فيجو في فتح اللعب، وبالغ في جناحين ظاهرين متقدمين باستمرار، فجاءت العودة متأخرة والتغطية متأخرة، بينما كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي، وانت أصبحت ماسك الملعب كويس، وادي الفرصة، وادي الرابع، وادي الرابع، الله 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 الله، أجمل إحساس في الكون، لحظة ما بيجي الجون، ده مش جاب جونين، ده جاب حبيبي يا نور العين، يا بختك جبت جونين، الله 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 الله، وكأنه مسكن، وكأنهم خدروهم، سكتوهم بالعرض بالعرض وبالعرض، وفجأة بالطول قتلوهم، الله 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 الله. بص شوف تشيتشاريتو بيعمل ايه، انطلاقة ولا أروع، اختراقة ولا أجمل، ليبقى أجمل إحساس في الكون لحظة ما بيجي الجون، وأي جون، رباعية رباعية بالأربعة، راموس خط الظهر واقفين غلط، قاطع قطري جميل بدون تسلل، استلام ايه، تحضير ايه، روعة ايه، هدف جميل، الله عليك. بص شوف راموس عمال بيعمل ايه، أقنع لاعبي خط الوسط والظهر اني ناوي يجري بالكورة، وفجأة